استضافتنا بمعرض المشاريع التطبيقية المركزي بدورته الثالثة لحتى نرصد أجواء المعرض لهيدا اليوم. طبعا اليوم هو قبل يوم الختام بيوم، لهيك الأشخاص اللي لسه ما زاروا المعرض أكيد ندعوهم أنه يقوموا بزيارة هيدا المعرض. أما نحن اليوم فنحن متواجدين بالجناح المخصص لكلية العلوم والزراعة والمعهد العالي للبحوث والبيئة لحتى نتعرف على مشاركة هيدي الأقسام وهيدي الكليات بهيدا المعرض. لنتعرف أكثر على مشاركة كلية الزراعة بمعرض المشاريع التطبيقية رح يكون لنا لقاء مع الأستاذ الدكتور علي زيدان. يعطيك ألف عافية دكتور. الله يعافيك يا هلا. يعطيك ألف عافية. ونتعرف على المشروع المقدم من قبل كلية الزراعة أو مجموعة المشاريع المقدمة. الحقيقة المشروع المقدم من قبل كلية الزراعة هو مشروع تصميم وتصنيع جهاز لإنتاج الفحم الحيوي للاستخدامات الزراعية والبيئية بالتعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وطالب الدكتوراه اللي هو أنا الأستاذ المشرف عليه محمد عدنان إبراهيم. استطعنا نصنع هذا الجهاز بهدف ننقل هالثقافة إلى المزارع حتى يتعود المزارع تحويل بقايا المحصول من تقليم وبقايا عصر الزيتون وبقايا قشور فول سوداني وتصنيع المنتجات الفواكه والخضار كلها بقاياها حتى ما يكب المزارع تتحول إلى فحم حيوي يستخدم في تحسين خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية والحيوية والمائية، بالإضافة إلى الأهمية البيئية لأنه بيساعد على تثبيت الكربون لآلاف السنين في التربة. يعني نحن عم نحكي هون عن إعادة تدوير. لكن نحن بدل ما يروح الناس درجة كتير حاليا أنه الناس تقطع أشجار الغابات وتعمل فحم لأغراض خاصة نحن بهيك منشجع المزارع يستخدم بقايا المزرعة من تقليم وغيرها في تحويلها إلى فحم حيوي يمكن استخدامه في الطاقة بدل ما يقطع أشجار الغابات ممكن استخدامه في الطاقة واستخدامه في الزراعة والبيئة ومو بس هيك كمان ممكن استخدامه طبيا حتى لتصنيع الأوكربون الذي يمتص الغازات والسموم من الجسم. طبعا هذا المشروع حائز على جائزة ميدالية. هذا المشروع حائز على جائزة على الميدالية الذهبية لمعرض الباسل للإبداع والاختراع في دمشق الشهر الماضي ونحن فخورون جدا بهذا المشروع لأنه بالتعاون بين ربطنا الحقيقة استطعنا نربط الجامعة بالمجتمع بالتعاون مع مركز البحوث العلمية الزراعية. أكيد بدنا نتشكرك دكتور كتير يعطيكم ألف عافية وبالتوفيق سواء بهيدا المشروع وببقية المشاريع المقدمة بكلية الزراعة. شكرا لكم. طبعاً ونحن متابعين أكيد جولتنا لحتى نشوف كمان هون في مشروع مقدم من كلية الزراعة. يعطيك العافية. أهلين يا أهلا. نحكي ولكن باختصار عن هذا المشروع. هلأ مشروع فعال هو مركز للتدريب وريادة الأعمال مشان نحن نطور بالشباب العربي ونقوي المهارات الإلون ونخليهم يكونوا بمرحلة إنه أول شيء نحن عنا مرحلة التدريب بعدين التأهيل بعدين مرحلة إنه يكون واحد كل شخص عنا له مشروعه الخاص. نتعرف على حضرتك. اهلا وسهلا فيكم معك المدير التنفيذي للمشروع. نحن مشروع انطلق من مجموعه طلاب جامعيين من كافه الاختصاصات من الهندسه الزراعيه كمان التنميه الصحيه. هدفنا انه نحن ننمي قدرات الطالب ونوجهه بالشكل الصح لدخول سوق العمل حسب الاختصاص اللي هو ماشي فيه. شكرا لك. شكرا كثير لك. واكيد نحن متابعين بجولتنا الصباحيه بمعرض المشاريع التطبيقيه ورح نكون مع باقي المشاريع بكليه الزراعه. طبعا اكيد الوقت ما نكافي لحتى نغطي كل المشاريع ولكن رح نحاول ناخذ اكبر قدر من اللقاءات. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه شباب. في قلبك اهلا وسهلا. احنا هون تابعين لكليه العلوم والمعهد العالي لبحوث البيئه. طبعا احنا هون بهذا الجانب مصنعين انا وزملائي باكثر من جانب. بالنسبه للجانب الخاص هو عباره عن تصنيع صفائح كربون النانويه او هو اكسيد الجرافين المرجع. اكسيد الجرافين المرجع بطريقه كيميائيه وبطريقه كيميائيه بطريقه خضراء. طبعا طريقه كيميائيه باعتماد على وسط كلوي طريقه مبتكره لاول مره تستخدم. بالنسبه للطريقه الخضراء هي استخدام حمض الاوليك اللي استخدم لاول مره. طبعا بعد ما صنعنا هي الماده اخذناها عملنا لها توصيف بعده اجهزه اللي هي يو في فيزبل واف تي اي ار وايدكس سيميدكس. طبعا البنيه اللي حصلنا لها هي بنيه مساميه معينه. من التطبيقات المهمه اللي هو استخدم في كمثبط للسرطان
بالإضافة للكشف المبكر عن الزهيمة، بما أنه له مسامية خاصة فيه، فبالتالي بنحصل على فلتر لتنقية المياه وتنقية الهواء، ويستخدم أيضا في تخزين الطاقة وله سعة عالية لنقل التيار الكهربائي، وبالإضافة إلى أنه هو المادة الوحيدة اللي بتكون عبارة عن مادة ثنائية بعد. أكيد بدنا نتشكرك كثير طبعاً، أكيد شكراً لكم طبعاً العديد من المشاريع حقيقة نحن هون عم نشوفها، وأكيد يعني الشباب السوري دائماً معودنا على الإبداع، هون مشروع جديد كمان نتعرف على حضرتك. سهلا، أنا علي كامل حسن، طالب ماجستير في قسم الكيمياء البيئية بجامعة شرق. طبعا فكرة الموضوع، نحن عندنا عناصر الأتربة النادرة، هي عناصر ذات أهمية كبيرة بالصناعات المحلية والتقنية والطبية ومجالات كبيرة، فالفكرة أنه نحن هاي العناصر بدنا نحددها وما عندنا أجهزة لقياسها. كان فكرة المشروع أنه نحن بدنا نصنع، عندنا هدفين، أول شيء بدنا نصنع هالحساسات بأقل كلفة مادية ممكنة، بحيث أنه نقدر نحن نوفر استيرادة لهي الأجهزة، وهدف ثاني أنه بدنا نقارن حساسية هاي الأجهزة مع أجهزة ثانية مثلا مصنعة خارجيا، أنه لوين ممكن نوصل بحد الكشف. طبعا تميزنا الحمد لله بمشروعنا أنه كانت نتائج مثلا من حيث الدقة والجودة بالمقارنة مع نتائج أخرى. أكيد شكرا كثير لك، وطبعا مثل ما شفنا بكل المشاريع اللي نحن درسناها واللي نحن شفناها كان دائما الهدف هو حل المشكلات اللي عم بيعاني منها سوريا. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. نعرف عليك ونحكي باختصار عن المشروع. أحمد سجناوي، طالب ماجستير من قسم الفيزياء. المشروع هو طريقة لنقل الطاقة الكهربائية لاسلكيا بالاعتماد على التجاوب التحريضي، هي إحدى الطرق، ولكن نتائجها العملية كانت جيدة جدا، بحيث حصلنا على مسافة 50 سنتيمتر بكفاءة نقل تصل إلى 90%، وهذه مسافات متوسطة وذات كفاءة عالية معتبرة جدا. الغاية منها الوصول إلى عملية شحن لأي جهاز كهربائي بالغنى عن البطاريات، أو بشحن مستمر بالاستغناء عن الأسلاك، بحيث نصل، يعني لأن العصر الحالي أو العصر الحديث يميل إلى الطاقة البديلة، وبالتالي أي عملية نقل أو توصيل أو تخزين إلى آخره ذات موضوع وممكن أن يحدث هذه التجربة، وغيرها من التجارب إذا تم تطويرها للحصول على استطاعات أكبر ومسافات أكبر أن يحدث ثورة كهربائية. أكيد يعطيك ألف عافية، وأكيد مشروعك مهم خاصة بظل الظروف اللي نحن عم نعيش فيها. طبعا يعني في العديد من المشاريع، وما بعرف إذا لسه في وقت بس ناخد لقاء من كلية الفنون الجميلة والعمارة لحتى نكون نحن بالفعل عملنا جولة على كل الأقسام وكل الكليات المشاركة بهيدا المعرض. نحن نتعرف هون، بس الشاب تفضل بس نحكي باختصار عن المشروع. اسمي علي نزيها، هون اخرج كلية فنون جميلة عام 2018. اشتغلت مشروع تخرجي اللي هو عبارة عن سداسية موجود منها ثلاث لوحات. هي عبارة عن قبل مشروع تخرجي في شهر واحد توفت ستي، إنسانة كنت كثير متعلق فيها، فاشتغلت مشروع تخرجي عنها، بلشت فيها من لما بعرفها، هي كانت هي اللوحة الأولى. بعرفها أن دائما هي موجودة بالأرض وبتشتغل وهيك، بنهاية أنه لوحة اثنين قبل آخر لوحة لما بلش وجهها يضعف، ونهاية المشروع كان بمشهد الوفاة بلوحة كبيرة. فبالمختصر هذا كان المشروع اللي هو اسمه عائلتي. أكيد يعطيكم ألف عافية، وعم نشوفه أكيد نحن بكاميرا الزميل علي مقصود لهيدي اللوحة، وأكيد الأمر لإلكم. يعني طبعا للأسف الوقت داهمنا وخلص وقتنا، وكان لسه في مشاريع أكيد متواجدة سواء بكلية العمارة أو حتى بكلية الفنون الجميلة وبالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، ولكن للأسف هيك كان وقتنا لليوم، وهي كانت جولتنا لليوم بمعرض المشاريع التطبيقية المركزي الثالث.